مبارك مبارك تربي ماما عيشي وتربي. انا مبسوطه انه اليوم ابني يعني عم يعمل مشروعه الخاص، مبسوطه انه يتعلم انه كيف يحقق ذاته مثل ما انا بحقق ذاتي بكل يوم، ومثل ما بنتقل من مرحله لمرحله بكل عقلانيه رغم اني عاطفيه، بس بحاول اني انتقلها بهدوء وبرويه وبتفاؤل وبتفاؤل. الفتره الجايه حتكون عظيمه عظيمة عظيمة وانتم طيبين. شكرا 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 جدا.